القوات الروسية تواصل زحفها الشرس في شرق أوكرانيا، بينما الرئيس بوتين يحط الرحال في العاصمة غروزني بعد غياب طويل، ويتفقد القوات الشيشانية المتجهة إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. هذه الخطوة سبقتها زيارة للزعيم الروسي إلى أذربيجان في توقيت حساس للغاية، حيث تخوض قواته ذروة المعارك لاستعادة زمام المبادرة في الحرب مع أوكرانيا بعد تمكن الأخير من التوغل في مقاطعة كورسك الروسية والسيطرة على مناطق واسعة فيها، خطوة اعتبرها مراقبون إشارة واضحة على نية موسكو تصعيد العمليات العسكرية، خاصة في ظل التقدم الروسي المتواصل في دونيتسك ولوغانسك. بالتزامن مع احتدام المعارك، توعد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بهزيمة أوكرانيا بشكل كامل، وأنه لن يكون هناك مفاوضات حتى تهزم كييف تماما. وهجم الغرب قائلا: انتهت الثرثرة الفارغة للوسطاء الذين لم يوكلهم أحد لإحلال السلام، فالأمور باتت واضحة للجميع. جاء موقف ميدفيديف بعدما وجهت المخابرات الخارجية الروسية اتهاما لأجهزة مخابرات الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا بالمشاركة في الإعداد للتوغل الأوكراني في كورسك، وقالت إن الوحدات المشاركة في هذا الهجوم خضعت لتنسيق قتالي في مراكز تدريب ببريطانيا وألمانيا. وبينما تشيد السلطات الأوكرانية بنجاح توغلها في عمق الأراضي الروسية، خبراء الحرب يرون أن هجوم موسكو شرقي أوكرانيا زادت وتيرته، وينذر باستيلاء الجيش الروسي على مركز رئيسي آخر وهو مدينة بوكروفوسك الاستراتيجية، التي تعتبر من أهم المعاقل الدفاعية الرئيسية لأوكرانيا ومركزا لوجستيا رئيسيا في منطقة دونيتسك. الاستيلاء على هذه المدينة من شأنه أن يعرض قدرات أوكرانيا الدفاعية وطرق الإمداد للخطر، وسيقرب روسيا من هدفها المعلن المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونيتسك ومن بعدها دونباس بأكملها. وبحسب المواقف الراهنة، ربما التطلعات الروسية أصبحت أبعد من ذلك بكثير. فالتصعيد الروسي مدفوعا بعوامل داخلية وخارجية، يشير إلى أن الكرملين قد اتخذ قراره بتغيير قواعد اللعبة، وهذه التطورات المتسارعة تضع المعارك أمام مرحلة جديدة يحتمل أن تكون الأكثر دموية، حيث يبدو أن الأبواب تغلق بشكل نهائي أمام أي تسوية سياسية، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة قد تمتد آثارها إلى ما وراء حدود أوكرانيا.